البولاريتي والايونيك سترينز والدايل كثر كونستنت. اليوم راح ناخذ فاكتور اخر ياثر على على الديجريديشن ريت كاتاليسيس. اسمه الكاتاليسيس. شنو هو الكاتاليسيس شباب؟ مر عليكم الكاتاليسيس. شنو الكاتاليسيس؟ عامل هذا الفيرست اوردر. انا بدي احكي على الكاتاليست. شنو تعريف الكاتاليست؟ العامل المساعد. العامل المساعد نعرف هو شنو هو العامل المساعد. هو الماده اللي تدخل على التفاعل تسرع من التفاعل بس هي ما تتغير. زين شنو ربطها بموضوعنا؟ ربطها بموضوعنا شباب. انا من احضر شراب او مستحضر دوائي عاده يتكون من الاكتيف انجريدينت زائد المواد الاخرى مضافه. هاي الاضافات نضيفها كل وحده لها وظيفه. ما نضيفها اعتبارا. نضيف سويتر انجيجن يصير حلو للشراب. نضيف فليفر لطعم موز او مانجا او فراوله. نضيف بريزرفيتيف يحفظ لي الشراب من الميكروبيال جروث. نضيف بفر انجيجنت الماء حتى يحافظ على البيئه. زين كل وحده لها وظيفه. لكنه شافوا في بعض الاحيان هذه المواد او واحد من هاي المواد اللي نضيفها لوظيفه معينه تؤدي وظيفتها لكن شو تسوي؟ تشتغل صفح. تشتغل كاتاليست. تشتغل ساعد على ديجريديشن الدرج مالتي. واحنا من نقيس تركيزها ونشوف هي مأدية وظيفتها هي مأدية وظيفتها. شافوا بعض البفر بعض الاحيان شباب مو دائما. هذا البفر يحافظ لي على البي اتش وزين لكنه ايش دي يسوي؟ دي يهاجم جانبيا ويسرع من التفاعل يشتغل شغل كاتاليست. طبعا هذه مشان اكتشفوها من خلال التجارب العمليه. زين هاي المعامل الرصينه شلون اكتشفتها؟ شافت انه هذا يصير ديجريديشن. دوروا على السبب لقوا ان هذا البفر الحباب اللي نعتبره انكتيف وما له علاقه. وهذه هو جزء من التخيل الغير صحيح. يقول لك هي شنو هي الخلطه؟ عندنا اربع خمس مواد تخبطها سويا يتخيل كل واحد يشتغل مستقل عن الآخر. لا هي العملية كلها وحدة تأثر بالأخرى. وحدة كلها متداخلة. تلاحظون شلون؟ وحدة من إذن العوامل المهمة هو وجود الكاتاليست. الكاتاليست هو سبستانس ذات إنفلونس سبيد أوف ريأكشن. هو ما يتغير وما يقصر بواجبه. البفر راح يحافظ لي على البي اتش. قيس البي اتش اوكي ما متغير مو هذا واجبه لكن هو ايش مشتغل؟ دا يشتغل جانبيا دا يساعد على زياده التحطم الدواء مالتي. وانا من كلمه كاتاليست اقوله يقتل الدراج مالتي. زين فاذا دراج احنا محلول سوينا له بفر decomposition may not accompany by appreciable change in concentration of acid or base. طبعا ما يتغير يعني الحامضيه ما تتغير لان بفر موجود ويؤدي واجبه. لكنه شو يسوي؟ consider catalyzed by hydrogen or hydroxyl. اما هيدروجين اللي يطلع من البفر او الهيدروكسيل وهذا نسميه specific acid base catalysis. احسن مثال على الدراج اللي يتعرض الى الكاتاليسيس هو الاستر. الاستر اكيد اخذته بالكيمياء. ستراكشر مالته ار سي او اللي هو دبل بوند اوكسجين او ار. من طبيعه الاستر وليش اخذناه؟ هذا الاستر يتحطم بوجود الحامض ويتحطم بوجود القاعده. لذلك اذا موجود هيدروجين قد يهاجمه واذا موجود او اتش هم يهاجمه ونتيجه الهجوم هو يتحطم الاستر الى كاربوكسيليك اسيد وكحول. زين كذلك اذا هاجم الاو اتش
احتمالية الهجوم موجودة إنه هذا الحامض أو القاعدة اللي جاي من البفر يهاجم الإستر. زين تذكرون قلنا إحنا لكل بروسيس ريت كونستانت متمام فالريت، فلذلك حتى أميز عملية هجوم بالحامض راح أعطي رمز KH اللي هو ريت كونستانت أوف أسيد كاتاليسيس هيدروليسيس، وكي او اتش لل او اتش بيس كاتاليسيس هيدروليسيس. اوكي شباب زين احد عنده قلم ماركر على المصبوره بابا قلم مصبوره يا بابا على كل احنا هسه عندنا ادراك استر دي يصير بها هيدروليسيس تمام. معادله الريت مال الدراج هيدرولايز فولو فيرست اوردر شنو هي المعادله؟ ناقص دي سي على دي تي يساوي كي في الكونسنتريشن مو. هسه انا من اللي دا يتحطم الاستر، فناقص دي سي على دي تي يساوي كي بين قوسين الاستر. اوكي هسه احنا هذه الكي اللي موجوده بالمعادله الريت اوف فيرست اوردر هذا يسموه كي اوبزرفد. شنو كي اوبزرفد؟ يعني انا اذا سويت تجربه جبت الاستر وخليته بيكر وحللته مع مرور الوقت ورسمت كتبت التركيز مع التايم واخذت له لوج وحسبت رسمت اللوج مع الكونسنتريشن طلع الكي، هذا الكي نسميه اوبزرفد. هذا الكي الحقيقة هو النتيجة النهائية لكل العملية لكل السيستم. زين هذا إذا جينا على هاي الكي ونريد نفسخها أو نعرف هي مين جاية أو محصلة شنو، فأنا هسه ايش راح أقول؟ هذه الكي هي محصلة عمليتين، هجوم الحامض وهجوم القاعدة. زين فاذا الكي اذا اردت افسخها شيء تطلع لي شباب راح يطلع لي التو بروسيسز الاحتماليتين، احتماليه هجوم الحامض وهجوم القاعده. زين هجوم الحامض ايش راح يصير؟ كي اتش في تركيز الهيدروجين مو تمام، وزائدا هجوم القاعده كي او اتش في تركيز الاو اتش. سؤال هذا عندي المحلول، من الذي يتحكم بأغلبية الهجومين؟ هجوم الحامض والقاعدة. كاتاليست. ها؟ الكاتاليست هو يتحكم. بي إتش. مو؟ البي إتش هو راح يحدد ياهم الأكثرية. هيدروجين لو أو إتش. مو تمام؟ إذا كان بي إتش قليل معناها الهيدروجين موجود أكثر، وإذا كان أو إتش البي إتش عالية. معناها الاوج احتماليه وجود الاثنين وارده، لكنه بالمحيط الحامضي الاغلبيه لمن يصير الاتش، والمحيط القاعدي الاوج. المعادله ايش تشمل؟ تشمل كل الاحتمالات. هذا علي بدنا نحكي على الكي مال من؟ مال استر هيدروليسيس. اوكي شباب زين اذا كي اوبزرف هو توتال ريت كونستنت اوف ذا سيستم، لانه دي لانه من فسخناه طلع انه اكو عمليتين مو عمليه واحده. احنا قلنا لكل ستيب اكو لها كي، واضحه؟ الكي اتش هو الريت كونستنت فور اسيد كاتاليسيس ريأكشن، الكي او اتش هو الريت كونستنت فور بيس كاتاليسيس ريأكشن، الاتش هو تركيز الهيدروجين والاو اتش هو تركيز الهيدروكسيد. اكو ملاحظه شباب انتبهوا راح نيجي نثبتها من ناخذ مساله تطبيقيه. الكي اتش والكي او اتش ار سكند اوردر ريت كونستانت، هسه راح نيجي نثبتها، بينما الكي كي اوبزرف ايش بيها؟ هي فيرست اوردر ريت كونستانت. زين وراح نيجي نثبتها من خلال حسابات. زين اجوا يرسمون قلنا هسه العامل المحدد لاغلبيه يا هجوم هو البي اتش، لذلك السووا وجابوا بيكرات
كل بيكر بي اتش مالته مختلف، بدا من الواحد الى 14. حللوا الاستر شافوا الكي مالته رسمه، شافوا العلاقه تطلع في شيب. شباب هاي معروف الفي شيب بين البي اتش واللوكي يسموه بي اتش ريت بروفايل اوف استر. شو نقرا هذا البي اتش ريت بروفايل؟ اول شيء اذا ما انه من البي اتش حامضي الريت اوف هيدروليسيس عاليه، ديجريديشن سريع، كل ما اتقدم بالبي اتش شويه اصعب الريت شبي يقل، يوصل اقل نقطه اليه وراها يبدي من يهجم الاو اتش، يهجم الاو اتش، يزداد الاو اتش يزيد لان يوصل اعلى قمه اليه. اذا انت كصيدلي قلت لك يا بي اتش تريد تحضر هذا الاستر، يا بي اتش تختار اقل واحد، مو اقل بي اتش اللي يكون بيه هو المينيمم ريت اوف هيدروليسيس، مو تمام؟ زين. اذا تشوفون شباب السلوب مال اسيد كاتاليست هيدروليسيس هو ماينس 1، والسلوب مال بيس كاتاليست هيدروليسيس هو بلس 1. زين، فهسه انا راح اجي من خلال المعادله اثبت انه السلوب ماينس 1 والسلوب بلس 1. شلون راح نجي؟ احنا قلنا المعادله الرئيسيه اللي تشمل الكل هو كي اوبزرف يساوي كي اتش في الاتش زائد كي او اتش في الاو اتش، مو تمام؟ اتلو بي اتش، اتلو بي اتش الاو اتش تركيزه قليل لو عالي؟ قليل. اذا هو وهجومه راح يصير ضعيف، مو؟ اذا انا راح اشيل هذه الخطوه، اقول ضعيفه هاي الجزئيه ضعيفه بالتاثير، لان تركيز الاو اتش قليل، راح اشطب من المعادله اللي تشمل الكل الجزء اللي هو ضعيف. فايش يصير؟ تختصر المعادله مالتي تقول تصير كي اوبزرف ات لو بي اتش تحديدا. كي اوبزرف يساوي كي اتش في الاتش فقط. لكن اذا ضفته واذا ما ضفته قيد راح يصير تغيير كلش بسيط. زين، انا اريد اثبت السلوب هي ماينس 1 بالعلاقه بين من بين بي اتش واللوج كي، فايش راح اسوي؟ راح اخذ لوج الطرفين. اخذت لوج الطرفين، ايش راح يصير؟ لوج كي اوبزرف يساوي لوج كي اتش زائد لوج اتش. اوكي؟ زين، لوج كي اوبزرف يساوي لوج كي اتش. انتبهوا لي، شنو تعريف البي اتش؟ ماينس لوج هيدروجين. اذا البلس لوج هيدروجين هو ماينس بي اتش، مو تمام؟ زين، اذا انبوع اذا هاي المعادله كمعادله خط مستقيم، هذا الواي وهذا الانترسبت وهذا الاكس، كل شيء قدام الاكس قلنا هو السلوب. شنو قدام الاكس؟ ماينس 1، مو تمام؟ اذا اثبتنا انه السلوب اوف اسيد كاتاليسيس هيدروليسيس لاين هو ماينس 1. يجي نثبت الاخر اللي هو شنو هو؟ البلس 1. شو نسوي؟ نفس الفكره بالهاي بي اتش. هسه منو عندي المقطع الغير مؤثر؟ يا جوزو الاتش قليل، فمعادلتي ايش راح تصير؟ كي اوبزرف يساوي كي او اتش في الاو اتش. اوكي؟ قبل ما اروح اخذ اللوج الكيرف مالتي بدلاله البي اتش، يعني بدلاله الهيدروجين، فالاو اتش ما يفيدني، لازم اسويه بدلاله الهيدروجين. والعلاقه بين الاتش والاو اتش من يربطهم؟ الكي دبليو. كي دبليو شو يساوي؟ يساوي اتش في الاو اتش، مو تمام؟ اذا الاو اتش شو يساوي لي؟ كي دبليو على اتش. ايش راح اسوي؟ كل او اتش بالمعادله اشيله واخلي كي دبليو على اتش. فالمعادلة شو تصير عندي؟ كي اوبزرف يساوي كي او اتش في كي دبليو على اتش. هسه اخذ اللوج الطرفين، شو يصير؟ لوج كي اوبزرف يساوي لوج كي او اتش زائد لوج كي دبليو ناقص اللوج اتش. هسه رتب المعادلة بطريقة يعني بشكل فيرست اوردر
اللوكي اوبزرف هو شنو هو الواي البي اتش قدامه منه صار بلس لان ماينس لوك زين اذا بلس 1 كل شيء مع بعد الاشاره هو الانترسبت بين قوسين خلي انترسبت اذا اثبتنا انه اللاين اوف بيس كاتاليسيس هو بلس 1 بلس 1 زين ناخذ مثال تطبيق الشباب يجي قال لك ان استر ادرار صار بي سوينا له تجربه هايدروليسيس سويناها بالبي اتش 2 سوينا تجربه عمليه بالبي اتش 2 قسنا له الكي الكي مالته كان ايش قد ات بي اتش 2 10 انتبهوا الوحدات مالته شنو من الفاينلز يعني شنو فيرست اوردر زين رجعوا عادوا التجربة في إيش عشرة في إيش قاعدية زيجة كانت في إيش حامضية طلع عشرة أس خمسة منت ماينس وان شي يريد من عندي يريد الكي بي إيش ستة اللي هي وسط يعني شنو المقصود بي مقصود الاثنين الاثنين راح يشاركون الهجومين الحامض والقاعد أوكي فأنا حتى أحسب السؤال أروح المعادلة العامة الشاملة اللي تشمل الهجومين زين أقول عندي K observed يساوي K H في الإز أنا K و H في الأوعات يريد P S 6 مو تمام الهيدروجين أقدر أحسبه من البي إس ولا 10 ناقص 6 الأو إتش ناقص 14 10 ناقص 8 إيش ناقصني لحساب هاي المعادلة تاج ال KH وال KOH تمام؟ شو احسبهم؟ راح اروح على ال 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 الحالة اللي لما يكون عندي مختصر يعني شنو؟ ما قلنا عبد لو PH المعادلة تختصر فأنا عندي قراءة باللو PH ال PH2 شباب ال K observe يساوي KH في ال H ال H عندي من ال PH 10 ناقص 2 K observe انطاني هو قيمته 10 ف KH يساوي لي K observed على هيدروجين طلع ال KH اذا نشوف وحدات ال KH شباب وحدات ال KH شنو هي ال K كانت منت ماينس 1 على مول بير ليتر هذه الوحدات مال من مال سكند اوردر هسه يجي واحد يقول شلون صارت سكند اوردر شوفوا شباب كان عندي استر وجا الكاتاليست وياه صاروا اثنين لو لا صاروا اثنين عرفت شلون طبعا احنا كان مو بحساباتنا ولا احنا خالين تو رياكتنت احنا خالين واحد دراج واللاف بفر متخيلين انه هذا راح يشتغل على حده وهذا راح يشتغل على حده اوكي شباب إذا حصلت عليه من 10 على 10 ماينس 2 يساوي 10 3 من ماينس 1 على مول فير ليتر هذا حصلت الكي اتش بقى الكي او اتش هم من نفس الخطوه الكي او اتش عندي شنو شباب الكي او اتش عندي ات هاي بي اتش الثاني قيمه الكي اوبزرف عندي كي اوبزرف يحتاج الى او اتش او اتش من اجيبه هو بي اتش 10 انا اقصى من ال 14 فايش راح يصير عندي زين 10 ناقص 4 10 اس اذا كي اوبزرف على الاو اتش اللي هو 10 اس 5 على 10 ناقص 4 يطلع 10 اس 9 لتر بير مول بير مينيت اذا هسه حصلت الكي اتش والكي او اتش الكي اتش جيت 10 اس 3 والكي او اتش 10 اس 9 والH والO H طلعتهم من ال PH مال الستة زين الفكرة شوف إيش قد قد يكون إحنا نبحوش بالتفاصيل قد تشوفون الفرق بسيط لكن هم هذا الفرق البسيط مع مرور الوقت يأثر زين فهنا شنو صار عندي شباب ونطلع إلى محصلة نهائية إذا انتبهتوا بس نقارن يا هو الهجوم الأقوى
القاعدة لو الحامل شلون؟ لا باعوه من القيم ياهو الكي مالته اعلى القاعدة كي اتش 10.3 القاعدة كي او اتش 10.9 يعني تقريبا 3 اضعاف معناه شنو هو هجوم القاعدة اقوى اقوى واسرع واكثر فانت كصيدلي شو تسوي اذا اضطريت تحضر تميل باتجاه الحامض اكثر مما تميل باتجاه القاعدة تقول لي انه هجوم القاعدة يكون كل اقوى وسريع معناه ما حط المجال فترة طويلة قبل ما يتحطم الدواء شباب هذا اللي حكيناه خلال الخمس محاضرات هو نوع واحد من الديجريديشن اللي هو الهيدروليسيس وما دخلنا بهواي تفاصيل بعض التفاصيل حطيناكم اياها حتى تفتهمون البيسك شباب البرنسبل وان شاء الله بالدراسات العليا تتطور وتتقدم بعد ديتيلز اكثر بعد تفاصيل اكثر زين انواع اخرى من الديجريديشن مثلا فوتولايسيس اوكسيديشن ايزومرايزيشن اخذتوا الايزومر تشوفون واحد ايزومر اكتف من يتحول الى ايزومر اخر يصير انكتف زين فهذه هواي انواع والاستابيليتي ماي افكت سوليد وليكويد وسيمي سوليد طبعا السوليد يكون ان جنرال معظم السوليد هو مور ستيبل ذان اوكي شباب وبهذا نكون خلصنا البرنسبل البيسك مال الكاينتيك بقات لنا محاضره واحده نحل مسائل تطبيقيه ناخذ مساله على كل الزيرو اوردر على الفيرست اوردر على الارينيوس زين وعلى السسبنشن ناخذ مثال ونكون خلصنا الكاينتيك.